الزول في اللون يتما يسمى الزول مقران. مرحبا اسوان، ان شاء الله هاتي لي ملاباس اسا كيما شفتو سو ما باج فيسبوك. لندي الاثنين 6 نوفمبر 2023، مرحبا بكم. الساعه تقريبا راهي 6:30، ان دومي اور معكم بور لانستون. ومن بعد نشوفو سي دوطر زانفورماسيون ان شاء الله اون بالي دوني توت الوغ. Mais j'oublie pas comme toujours de partager avec vous mes chers amis mon café ou un goulkoum saha al qahwa noun saha qahwitkoum. Bon café à toutes et à tous, nas li mazal ma ta'chatch kimana عندك الناس اللي راهم على طابل، نقول لكم بون ابيتي، صحه ومنسينون، صحه عشاكم. فوالا ديما قهوتي هايله، ما تسناونيش باش نقول لكم بلي راهي مليحه، دونك راهي هايله ديما. الي في هذا
هاد لا بروميير فيديو نتاع اليوم. راح نجاوب الساعه واحد السيد هذا، شكون هذا؟ لا او بي ولا ال ا او بي او ا تي اس 5222. هو جاوب واحد السيد، خرج واحد السيد البارح يهضر على المراه هذه، قال لك هذا راجلها عربي والمراه امازيغيه، قال لك فوالا على هذاك القبائل والامازيغ ما يحبوش يمدوا بناتهم العرب، راكم شفتوا كيف قتلها بالساطور. يرد عليها السيد هذا لا بو، واش يقول له؟ لا 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 او با ولا ما عرفوش 5222، يقول له فو زافي توي جمال بن اسماعيل دون فاسون اتروس، انا رابي فوني فو زيدي لو بوفر اديكوفر كو فوزيتي دي بيرومان et vous l'avez atrocement liquidé. Un homme a tué sa femme car il est détraqué. Rien à voir avec sa religion. Alors, le fait qu'il soit arabe, il y a un sourire qui a coûté, « Entoum houthalat al-mujtama, tuharidouna al-unf, ul-ansouriya ul-karahiyya, wa entoum akthar al-ansouriyin. » À la coulée, je vous dis, « Akhi, enta jaubt sied hada, mais ana rahn jaubk. » انت تقول على السيد هذا اللي مات، هذا اللي قتل مرته، هذا استنديت خاكي. انا قلت لكم البارح بلي راكم رايحين تقولوا هذا الشيء، هذا سي نورمال، هذه هي انتوما ما عندكمش حاجه بو جوستيفيي لو كريم، نورمالمون فو دينونسي لو كريم، انتوما تغطيو عليه. قال مريض كيف كيف اللي قتل مرته كامل مريض، اللي راح كيف اسمه هذيك الديهية حرقوها الناس مراض، اللي راحوا العين فوارة قدام فترة جيت رويزاوها مرض عقلي، ديما اللي يدير حاجة مرض عقلي. انت دونك هذا انت فور لافي كيما قال واحد اوسكولتي، انت شفتو هضرت معاه، انت ما على باليش اذا راك واش يقول لك بسيكولوج ولا راك ميدسان بسيكياتر، شفتو باللي مهبول يا سيدي، معليش ونفرضوا الفرضية نتاعك. بصح هذه تقول له فوزافي توي جمال بن اسماعيل، جمال بن اسماعيل شكون اللي قتلوه؟ قتلوه الناس مجرمين، وهذا الناس المجرمين كاينين في تبسة، في خنشلة، في ملبواقي، في عين مليلة، في عنابة، كاينين في 48 في 58 ولاية، الناس هذو لي كريمينال كانوا باغتو. بصح اسمح لي يا أخي، اسكو واحد في خنشلة، واحد في خنشلة يقتل بيكزومبل ما على باليش أنا، يقتل قبايلي، إيماجينو الله لا يقدر يا رب، يقتل قبايلي، مالا الكل يقولوا لنا بلي أنتوما الشوية عنصريين وأنتوما هكذا وأنتوما هكذا، سيتين كريم. سيتين كريم صرا قتلوه الناس هذو راهم يسلكوا، راهم في الحبس راهم يسلكوا سيتو. بزاف هضرات صرات على المشكل تاع هذا تاع بن اسماعيل، هذا الطفل هذا ربي يرحمه على كل حال. وحنا هذه جمال بن اسماعيل هذا خونا، حنا يكون عربي ولا يكون مزيغي ولا يكون يهودي، يكون حنا ما عندناش العنصريه هذيك، كذب عليك اللي يقول لك هذا، ما كانش حنا الامازيغ ما عندناش العنصريه. انا في خنشله روح تشوف واش ساكنين معنا الناس قبائل ساكنين معنا في خنشله، خنشله نتاعهم خنشلة، أنا شاوي، أنا شاوي، هما ولاد خنشلة خير مني أنا، دونك حنا ما عندناش العنصرية هذه يا أخي. أنت كيما قال واحد وتزيد تسب الناس، يا حثالة يا منى، أنا جو ديزولي، أنا راح نكتب لك برك باش تقدر تشوف هلا فيديو هذه، ومن بعد جو في سيبريمي طون كومنتار، باسكو ما حقكش تسب الناس. هذا السيد حتى هو يولي يسبك وكذا، أنا سي با نورمال. بيتيتر هو ما يسبكش باسكو سا في بارتي دو لوديكاسيون. رد كيما رد هو وقال كيما هو، قول واش بغيت باش تهضر على الناس الكل، تهضر على الناس الكل بلي نتوما عنصريين وانتوما من الناس. اسمح لي اخي، القبائل ماهمش عنصريين، القبائل رجال فحوله، فهمت ولا؟ وفي كل بلاصه تلقى ناس ملاح وتلقى ناس ماهوش ملاح. احنا عندنا الشويه، عندنا الناس فحوله وناس ماهمش ملاح، واش هو يعني؟ عاد انتوما العرب انتوما كل يصليوا على ذفاكم ولا كيفاش؟ نو ايكوتي، تحب تجاوب جاوب الناس كيما قال واحد كيما قال لك هو، مي باش تتهم الناس كل انتوما عنصريين انتوما منا، حتى ورونا عنصريين يا اخي، حنا رانا في بلادنا باش نتفاهموا مليح، نكونوا عنصريين ما تسالوناش، هذا ما كان كي نجيوك لبلادك يا خويا عندك الحق، مي حنا رانا في بلادنا اون دروا باش نكونوا عنصريين، رغم هذا ماناش عنصريين، ولا برو راك عايش معنا انتيا وماناش وما درنا معاك والو، كون جينا عنصريين انا حاوزناك بكري. دونك حنا ماناش عنصريين الا مع الناس اللي تقصي روحها ولا الناس اللي تحب دير العنصريه، ايبا حتى حنا نجاوبوهم وخلاص فوالا. انا جاوبتك هذا السيد هذا، دونك نروحوا كيف اسمه لواحد لا فيديو دارها واحد السيد، وكما قال واحد الناس كامل بارطاجاوها، وين واحد السيد قال له باللي الامارات راهي تحذر الجزائر، الامارات تحذر الجزائر وتقول لهم
لو كان ما تكفوش علينا، تقول الجزائر هكا ما تكفوش علينا بالهضره علينا وكذا، ومن راكم تندموا، راكم تندموا وكذا. هذا السيد هذا يرد عليه ويقول له الامارات حقر، هو الامارات على كل حال، ويقول له الامارات هذه الجزائر راهي قاره، الجزائر راهي قاره والامارات هذه راهي باطا، يجيو يهدونا احنا، يعني شغل حقره هكذا. يعني انا نحب نسمعكم هلا فيديو هذه قبل ما نردوا على هاد الناس هذو اللي كما يقول الانسان اذا باكزومبل الخطاليفات هذا حفتر تاع ليبيا، حتى هو هدد الجزائر ورد عليه رئيس الجمهوريه وقال له يهوى، يعني يحصره، يعني شغل باكزومبل حنا نبعثوا له السكوت نتاعنا ولا لي بومبي نتاعنا يغلبوه بالماء، برك ما كان لا نديرو مع السلاح على حساب مشي تبون ولا حساب هذا السيد هذا اللي كنت تسمعوه هكا. على كل حال نسمعوا هذا لا فيديو هذه ونرجعوا نعلقوا عليها. الجزائر تلقت رسالة تهديد من الإمارات، نصها إذا لم تتراجع الجزائر عن التعامل مع حلفاء ضد سياسة أبو ظبي فعليها أن تتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والسياسية. ما هو تفسيرك لهذه الرسالة وفقا لهذا النص؟ الإمارات تهدد الجزائر، أنا عمري ما تصورت الكلمة هذه تأتي، كلمة التهديد والإمارات والجزائر، ولا عمري في حياتي تصورت أن تدمج هذه الكلمات في جملة مفيدة. الجزائر معها الإمارات وتهديد في الوسط، من المستحيل. الجزائر دولة في حجم قارة تهددها، الإمارات دولة في حجم قرية. الإمارات اللي تاريخها سطرين وشعبها نفرين وجغرافيتها شبرين تهدد الجزائر العملاقة. فوالا كما سمعنا السيد الآخر قال له بوزين كيستيون، قال له الإمارات بعثت رسالة للجزائر وقالوا لهم يا ولدي حبسوا علينا السياسة نتاعكم هذه العدائية، ولا تحملوا مسؤوليتكم اقتصاديا وسياسي. هذاك السيد قال له يا ولدي احنا ما انا ما نتصورش بيزوبل هذه الامارات هذه اللي هي دولة دويلة على كل حال واللي تهدد الجزائر اللي قارة وكذا، وهنا على كل حال كل واحد عنده راي على كل حال، مي سامبلومون انا عندي راي مخالف. انا نتسائل علاش حفتر نتاع ليبيا يهدد الجزائر، علاش الامارات تهدد الجزائر، علاش قطر تهدد الجزائر، علاش المغرب تهدد الجزائر، علاش اسبانيا تهدد الجزائر، علاش فرنسا تهدد الجزائر، علاه ليزتازيوني دامريك الامم كيف اسمو ليزامريكان على كل حال يهدوا الجزائر، وعندهم تقريبا 200 واش يقولوا نتاع الكونغرس الامريكي كتبوا للرئيس بايدن وقالوا له تاخذ عقوبات على الجزائر. علاش اسرائيل ثاني كيف كيف تهدد الجزائر مبويصة. دونك حنايا الناس كل تهدنا، العالم كل يهدنا، وعلاش فوز بوزي لا كيستيون؟ علاش اسكو حنا قاعدين في بلادنا نورمال ترونكيل ما ناقصنا حتى واحد وهما يهدوا فينا؟ اذا كان حقهمش، اذا كان حقهمش كيفاش حقرونا يسمى حقرونا؟ دونك حنا الخاطيين ما درنا والو وهما يهدوا فينا، وعلاش؟ دونك سي با كوم سا، ما هدونا الناس هذو غير حتى حنا رانا درنا لهم كان كيما كان عفسه من العفسات. وسيبري وسيبري حنايا ثاني ماناش يدينا بيض كيما يقول واحد، اوني با فهمت، رانا ماناش بلون كوم نيج. حنا ثاني السياسات نتاعنا هي اللي خلات هاد الناس هادو يهدونا، السياسات نتاعنا اللي نورمالمون حنا هذه ديجا قطر وهدونا، قطر وهدوا كيف اسمه نتاعنا هذاك، حتى العربيه السعوديه كيف كيف اشاك فوا يهدونا. علاش؟ باسكو الناس اللي قاعدين يسيروا في الجزائر السياسة نتاعهم هي اللي خلاتهم الناس يوليو يهدونا حنا، هما يديروا المشاكل هذو الناس اللي يسيروا في الجزائر وترجع على الشعب الجزائري وترجع على البلاد.
انا نقول بيزومبل كيما هذه هذا الامارات عليه دونا هنا، واش ما عندنا معاهم حنايا فرونتيير، كاش ما عندنا معاهم واش عندنا معاهم حنا باش يهدونا؟ علاش بوكوا؟ اي با بور دو ريزون. الاولى هي ان حنا الناس هذو المسؤولين تاعنا ما هضموش واش يقولوا الامارات اللي دارت علاقتها مع اسرائيل. هما الامارات دارت علاقتها مع اسرائيل، حنا غضنا الحال ولينا نسبوا فيهم، ولينا نسبوا فيهم. الامارات راحوا لتونس هضروا معاهم قالوا لهم يا ولدي لعلاه ديروا لعلاه تطبعوا مع اسرائيل، ينثوروا حنايا الجزائريين نسبوهم، نسبوهم والامارات هذو وما همش رجال وما همش من هنايا، وهذاك كيف اسمه سيخون هذاك الاسلاميست هذاك وجه الفار هذاك نسيت اسمه، هذا بوروينا ولا باردون بوروينا مش بوروينا، بن فارينا هذا بن فارينا هذا بن فارينا هذا بن فارينا هذا ما خلى ما قال الامارات، ما خلى ما قال على الامارات صح. دونك ما حقناش حنا، حنا غالطين يا اخي. طبع مع اسرائيل براسو هو نعطيو له حنايا درس حنا ولا واش؟ ما نعطيوش حتى درس، الله يسهل عليه. هذه سياسته الله يسهل عليه، حنا نورمالمون ما نتكلموش عليه خلاص. اذا عندنا سياسه مضاده، اذا عندنا سياسه مضاده نديروها كما يقولوا كما يديروا الناس الكل بلا ما علاه الامارات تكلموا علينا. قالوا الجزائر، ها ما قالوش الجزائر، هما راحوا طبعوا مع اسرائيل بلا ما ذكرونا. راحوا لتونس قالوا لهم يا ولدي ديروا كيما حنا بصح بلا ما هضروا علينا حنا. دونك ما خاتيونا حنا اللي طلبناهم، فور سا فو اتخ كيما قال واحد كوريكت، ما هضروش علينا وحنا نهضروا عليهم. اسرائيل كاش ما كان نهار اسرائيل جبت الكلام نتاع الجزائر. هاي قولوا لي كاش ما كان سمعتوا انتوما نهار اسرائيل جبدت كلام على الجزائر؟ جامي جا او كونترير. حتى في كي جاو يديروا الفوت في الامم المتحده نهار كي باش نستقلوا الامارات، اسرائيل فوتات مع الجزائر باش تدي استقلالها. اسمحوا لي. دونك كيما يقولوا حنا نظلموا في الناس، حنا نظلموا في الناس، حنا ديما وحنا العدو الصهيوني، العدو الصهيوني، العدو الصهيوني، العدو الصهيوني. توصلوا حتى بعض الناس الله يهديهم اللي يقولوا باللي حنا الجزائر عمرنا ما سنينا ان اكورد دو بي مع اسرائيل، وعلى هذا يسمى رانا حرب معاهم. اذا هالكلام هذا ماهوش يعني كيما قال واحد بروفوكاسيون، قولوا لي. وانا نقول لكم الحق يا ناس، هالهضرات كامل انا يدخلوا لي من وذني لا دروات يخرجوا من وذني لا غوش. علاش؟ باسكو الانسان اللي يحب يدير حاجه ما يتكلمش، ما يهضرش. حبيت ديروا الحرب مع اسرائيل، يلا واش تسنوا؟ يلا ديروا الحرب معاهم، يلا واش تسنوا؟ مي قاعدين تخلعوا فيهم بحنش ميت، ما تجيب ما دير والو. جيبوا غير هكاك كما قال واحد العداوه هكاك، هذا بولين دي تو. مي كونوا رجال، اللي يحب يدير حرب مع اسرائيل ينعتر يكون في حل. او اسرائيل بعد خطر فات واحد اليهودي قالهم انتم كنتوا تقولوا نحرروا القدس ونحرروا القدس ونحرروا القدس، يا روحوا سيدي حرروا القدس، هيا يلا نروحوا نحرروا سيدي قاعد تنجموا انتم، يلا روحوا. ثالثا من المغاربه جيراننا، حتى حنا رانا في حرب معاهم. علاش؟ كاش ما داو لنا حقنا، كاش ما جاو تعداو علينا، كاش ما كاين والو. علاش؟ على الصحراء، والصحراء نتاعنا ماشي تاعنا. الصحراء هذه حنا مسؤولين عليها، ماناش مسؤولين عليها. حنا هاد الصحراويين ولادنا ولا خيالنا ولا واش يقولوا لنا حنا الصحراويين؟ واش يقولوا لنا؟
حتى لو كان جاو يقولوا لنا حنا يكونوا الجزائريين، هما يكونوا المغرب اكثر منا حنا. صحراويين يكونوا المغرب اكثر منا حنا، ما يكونوناش حنا صحراويين. على حتى حنا يروحونا نهزوا كيف اسمه نوليو حنا نديروا المغرب عادو على جلد الصحراويين. كنا نتفاداو هادشي هذا، الصحراويين والمغاربه يتقابضوا على هاد الارض هادي، حنا ما ندخلوش روحنا. حنا قال خويا نتوما تقابضوا على هاد الارض هادي وسقسيتونا حنا، حنا خاطين حنا ماناش الامم المتحده. اللي يحب يجيب الحق نتاعو يروح للامم المتحده، حنا قاتلين حنا ما نكونوا معاكم. نتوما صحراويين، حنا ماناش الامم المتحده، وما نكونوش مع المغرب باش نكونوا حنايا نغلبوكم نتوما مع المغرب. لا يا اخي، المغرب والصحراء او الصحراويين يتقابضوا على بعضهم، الله يسهل عليهم. واش دخلنا بهم حنا؟ عندنا ما دخلنا بهم. كوم سا نتهناو حنا ما يكونش عندنا مشكل لا مع الصحراويين لا مع المغرب، سيتو. هذه وحده. نجيو نروحوا لاسباني، علاش تقابضنا مع الاسباني وسحبنا السفير نتاعنا وكذا ومنها؟ باسكو رئيس الحكومه نتاع الاسباني قال الصحراء المغرب. اي ارواح، اي حبس علينا، ما تعطيهمش كيف اسمه البترول، حبس عليهم الاخر نحي، حبس كل واحد يجيو عليهم الطيارات، حبس الطيارات، حبس من دونك. حنا نحبوا نمدوا درس الاسباني، قال تمشيو كيما نقول لكم حنا، ولا ما كانش البترول، ما كانش هذيك، ما كانش هذيك، ما كانش هذيك. دونك هذه ما تجيش يا خويا. الاسباني هذا بلد مستقل، كيما حنا ما نحبوش الاسباني تدخل فينا، حتى حنا ما نحبوش ندخلوا فيهم، ما ندخلوش فيهم يا اخي. دبر راسو الاسباني، حب يقول بلي الصحراء نتاع اسرائيل، ولا حب يقول الصحراء نتاع ما على باليش انا نتاع الكوسوفو، ولا يحب يقول هذه حاجه تهمو. على حبيتنا ندخلوا فيهم حنا بوركوا؟ دونك حنا ظلمناهم. فرنسا، فرنسا ما نتفاهموش مع فرنسا على واش. الو ماكرون، ابعث لنا هذوك الناس هذوك اللي قاعدين يهضروا من تما ويسبوا فينا وكذا ومنا، جيبوهم. وجيبوهم، ما تنساوش تجيبوا لنا حتى هذاك نتاع الماك هذاك، معك اسمه هذا الرئيس تاعهم هذا، والله ما على باليش، تاع الماك هذا فرحات مهني. وي جيبو، ما جيبوش. اي حبس 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 كلش، اي نحي الفرنسي، اي حبس عليهم الاخر، اي ما عادش نشريو عندهم القمح، اي من. لازم نكونوا شويه واعيين، لازم نكونوا شويه واعيين. هاد الناس هادو عندهم اللي قاعدين في فرنسا ولا قاعدين في الاسباني ولا قاعدين في الامريكان، هاد الناس هادو عندهم واش يقولوا اللجوء السياسي، وفرنسا تحترم القانون الدولي. انسان عنده لجوء سياسي يكون في لا غروند بريطاني، يكون في الامريكان، يكون في فرنسا، يكون في اي بلاصه، ما عندوش الحق باش قال روح نديوك لبلادك. وملا راح يرجعوا كي تيار موند. حنا تيار موند، وي حنا الجزائريين كي نحبوا نمدوا واحد ولا نديروا واحد ونصنفوا بالقانون. مي هما يريسبكت القانون، هما يريسبكت القانون. قال خطره هربوا هذيك المراه هذيك لا دام هذيك، هربوها من تونس. ما هربوهاش من تونس، علاه جاوك الجزائر وهربوها من الجزائر؟ ما هربوهاش من تونس. المراه هذيك عندها ناسيونيتي فرونساز، قدرت باش تروح لتونس، وكي راحت لتونس ركبت باش تروح لفرنسا ما خلاوهاش، وهي عندها جواز سفر كيف اسمه فرنسي. عيطت هي لومباساد، لومباساد نتاع الاخرجة مواطنه نتاعو، قال لهم خليوها تروح. واش غايقول لهم؟ نو ما تخليوهاش، هربت من الجزائر ردوها للجزائر. نو عندهم في كل بلاصه، في هزوا تشوفوا في الكونسيولات نتاع فرنسا في الجزائر، دوك تلقاو مكتوبين بلي كيف اسمه كاش مكان فرنسي عنده بروبليم يتصل بالرقم هذا ديريكتومون. مي سامبلومون لي فرونسي الجيريان اللي راهم في الجزائر، سادير دي فرانكو الجيريان كي ظهروا في الجزائر، فرنسا ما تدخلش، وهذه معروفه. الجزائريين اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي في فرنسا، الجزائر ما تدخلش. عطراش علاش؟ القانون يقول باللي هذو اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي لي فرانكو الجيريان راهو فرونسي كي ظهر في فرنسا، وراهو الجيريان كي ظهر في الجزائر. والجزائر ما عندهاش حق تدخل في هذو لي الجزائريين اللي راهم في فرنسا، وفرنسا ما عندهاش حق تدخل في الناس اللي في الجزائر. مي الطفله هذه لو كان طيحها واضح، هاد الطفله هذه كانت في تونس، ما كانتش في الطرب الوطني. وكي راح تركب في الطياره عندها كلشي نتاعها،
وما حبوش يخليوها قال لك حق المراه هذه راهي مطلوبه في الجزائر، دخلوا نتاع لومباساد نتاع فرنسا وقالوا لهم الطفله هذه قدمت لكم باسبور فرنسي ما تردوهاش، مواطنه نتاعنا خلوها تروح، وخلوها تروح نورمال. علاش حنا نديرو معاهم عداوه حبس وكذا لي زاتيزاني داميري كيف كيف، رحنا نتعداو مع الامريكان علاش؟ باسكو رحنا للروس ها راح الرئيس نتاعنا للروس ويقولوا له اتاكي ولا الدولار وكيف اسمه ولازمنا نشوفوا كيف اسمه نورمال. يغيظهم الحال لي زاميريكان سي نورمال، ونزيدو نشريو من عندهم السلاح، هما مدايرين عليهم امباركو ها باش ما يبيعوا لهمش السلاح للاوكسيدون كامل، وحنا نروحوا عندهم وقال اروح نشري عليكم السلاح ونطاكي الدولار نورمال. يعاديوك الناس يا اخي العزيز، يعاديوك الناس. على كل حال انا نقول باللي اليوم الجزائر راهي في حرب مع العالم كل، الجزائر راهي في حرب مع العالم كل، حتى ولو دوكا يبعثوا لنا دي زيميسار يجيونا كيما تاع فرنسا البارح، وكان عندنا هنا وزير الداخليه تاع فرنسا لهذا هذا كامل سي اون بوليتيك. مي فرنسا غدوة لو كان راه يقدر كش ما يكون هما بعد اللي راح يضربونا، هذه متهنين فيها لي زاميريكان كيف كيف. ونزيد نعطيكم حاجه للناس هذا اللي بغيت يقولوا الامارات، لا انت يا اخي العزيز انت حسبت الامارات هذو راح يجيبوا السلاح نتاعهم ويجيبوا العسكر نتاعهم ويضربوك؟ ما تعرفوش لا بوليتيك انتوما، ما تعرفوش الامارات ما عندهاش مانتا كيف اسمه الناس اللي قادرين يضربوا حتى المالي، ما عندهمش نوريان. مي هما مسنين دي كونفونسيون مسنين مع الامريكان ومع فرنسا ومع داير كون تروحوا الامارات اليوم تلقاو باللي الناس اللي تسير في الامارات كامل يهود، دي زاميريكان، دي فرونسي، دي بريتانيك، من الدول كامله يتسير في الاخرين نتاع الامارات قاعدين غير ياكلوا ويشربوا ويتكسلوا. علاش؟ باسكو هما داروا عندهم الدراهم وجابوا ناس تسير لهم البلاد نتاعهم، والبلاد نتاعهم اليوم راهي الحمد لله لاباس عليهم. حفتر نتاع ليبيا كي جاي مناصي فينا، فو كرواي بلي حفتر راح يجيب جماعه نتاعو بلي كلاشينكوف ويدخلوا على الجزائر؟ يعني ما عمرها ما تصور هذه، ما كاينش منها خلاص. حفتر قالوا له وقت هذا على الجزائر، قالوا له الناس اللي عندهم لي بويسونس نتاع هذا العالم هذا هما اللي قالوا روح تهدد وكش ما كان رانا هنا. سي نورمال، حتى الامارات سي لا ميم شوز، يقولوا له تكلم ورانا هنا. دونك شكون هما هذو اللي رانا هنا؟ الناس اللي عندهم السلاح وعندهم القدره اللي حنا ما نقدرولهاش. سي نورمال هما يحرشوا عليك هاد الناس هذو ويقدروا يديروا لك دي بروبليم ويقدروا يديروا لك اي حاجه مادامك انت فراجيل ومادامك انت لا بوليتيك نتاعك ماهيش في المستوى كيما يقول الانسان. وعلى هذا حنا طلبنا من واش يقولوا من الدولة العميقة وقلنا لهم يا ولدي بدلوا اللعب، بدلوا اللعب. ما كان كنا نلعبوا 4-4-2 وين نروحوا نخسروا، وين نروحوا نخسروا من 62 وحنا خاسرين. بدلوا لنا اللعب يرحم والديكم، خلي يجيو ناس اخرين يلعبوا 4-3-3 ولا يلعبوا 4-2-4 ولا يلعبوا واش يلعبوا، لعله ان شاء الله الجزائر تولي تهرب من هالمشاكل كامل، وما عادش نوليو الناس مهديننا، وما عادش نوليو نخمو كي يجيو ناس اخرين يصلحوا الشيء اللي غلطوا به الناس هذو اللي كانوا يسيروا وغلطوا في قداه الامور، غلطوا في قداش الامور. واليوم رانا مهدين من طرف العالم كل، ماناش مهدين غير من عند المغرب ولا من عند ليبيا ولا من عند هذو الامارات ولا من عند الاسباني ولا من عند السعوديه ولا من عند قطر ولا، والله العظيم يا لو موند اونتي غير لو كان يلقى كان يرازي الجزائر، مي سامبلومون يحترموا القوانين والساعه هذه مازال ما كانش. مي غدوه الصباح هاد الناس اللي يسمعوا فيا اعرفوا باللي غدوه لو كان الله لا يقدر يديسيديو باش يضربونا راهم يحطمونا تحطام اللي عمرنا ما شفناه، عمرنا ما شفناه. بوركوا؟ باسكو الانسان اللي يدير العيب راح يلقى الى العيب. وعلى هذا حنا طلبنا من الناس اللي حاكمين الدوله العميقه وقلنا لهم يا ناس شوفوا بدلوا اللعب، بدلوا اللعب باش تكون حاجه مليحه للجزائر، كي يجيو ناس اخرين جدد دم جديد يبداو يصلحوا، ما نظلموش الناس وما نتلاعوش على الناس، مي ندافعوا على روحنا. حنا كي نكونوا قاعدين في بلادنا والناس تتعدى علينا
اللي هما اللي ظالمين ماناش حنا. وحتى لو كان غد والله لا يقدر يضربونا حتى في 100 دولار خليه يضربونا، خاطر شوف تعداو علينا، مي باش حنا اللي نروحو نتعداو على الناس. ها ومن بعد قال القطر هذه ولا هالامارات راهي باطا سردينا ما يقدروش، ماشي باطا سردينا راح تطلق ياس لا بالين، لا بالين راح تحل فمها وتاكل الجزائر. الفهم يفهم فوالا. دونك نقول لكم قيم ديال هنا ان شاء الله من بعد نعاودو نرجعو سير اذا كما كان دوتر انفورماسيون اتو تدا.